بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة اليوم ما في محاضرة، حنا اليوم هو مجرد استقبال أسئلة المتدربين عن ما تم طرحه في المحاضرات السابقة في شابتر الليدرشيب. احنا راح نفتح المجال للمداخلات الصوتية أو عن طريق الشات. أنا لاحظت بعض الكتابات في الشات اللي ما لها علاقة بدورة CBHQ، موضوع الاعتماد والسباهي والمراكز وكيفية تجهيز. هذه ما هي من ضمن محاضراتنا ولا من ضمن الدورة اللي إحنا نقدمها. إحنا عبارة عن برنامج تدريبي للتجهيز لشهادة CBHQ. فاللي عنده أي استفسار أو أي سؤال عما تم طرحه سابقا يرفع يده ونعطيه المايك أو يكتب لنا في الشات، والمدربين موجودين معانا ورح يجيبون إن شاء الله على كل التساؤلات. المحاضرة ما رح تكون طويلة اليوم، رح تكون ساعة كما هو في الجدول ونتوقف إن شاء الله. فمن لديه يعني استفسار أو سؤال حاب إنه يطرحه يرفع يده على حتى نعطيه المايك ويطرح سؤاله للمدربين. وإذا ما في سؤال راح نطرح بعض الأسئلة مع المدربين ويتم حلها أمامكم. طبعاً بالنسبة لل الكويز، طبعا اليوم لانه ما في كويز، وبالنسبه للامتحان اللي امتحان السكشن هذا راح ناخره وراح نبلغكم بالموعد الامتحان متى، نعطيكم وقت حتى انه الجميع يراجع اللي اخذتوه في الشابتر الاول. فراح نبلغكم ان شاء الله بالموعد في حينه. كل شيء امتحاناتنا كلها أونلاين، ما في شيء عندنا حضوري. طيب دكتور عبد اللطيف، أنا أعطيتك رسلت لك طلب دخول لكن ليتك تقبل. والله قبلت بس هو طلعني، ما أدري شو زعلان علي شكله. طيب كل عافية بارين، شكرا جزيلا والله على دعمك وتفانيك وعملك معنا، الله يعطيك العافية. يعني بصراحة أنا أشكرك بالنيابة عن الزملاء الكرام، إحنا ما نسمع أصواتهم لكن نشوفهم في الجروب. بصراحة مجهوداتك اللي قاعد تقوم بها كبيرة جدا، يعني مقارنة بكل المتحدثين الله يعطيهم الصحة والعافية، ولا هو بقصور فيهم، ولكن ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي قاعد انت تسويه مجهود جبار وعالي، فالله يعطيك الصحة والعافية ويكتب أجرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن الظن يا رب يا كريم. الله يجزاكم خير، وحنا كلنا فريق واحد، وأنتم أيضا تبذلون شيء الكثير، فالله يعطيكم العافية. احنا نستنى اللي عنده أي استفسار أو عنده أي سؤال يرفع يده يسأل عن المنهج اللي فات، وراح نجاوبه ويجاوبون عنها مدربين. إذا ما فيه ممكن زملاء الدكتور عمرو والدكتور عبد اللطيف والدكتور عبد الوهاب والدكتور إيمان ممكن يشاركونا ما عندهم لحين ما يجينا سؤال من الحضور. إذا حبيت أبو أرين بعد إذنك، يعني أنا ممكن بس تعليق بسيط لحد ما يجينا سؤال أو الزملاء الكرام يعلقون. بصراحة قاعد أشوف يعني أول ما بدينا في الكورس إن الناس تسأل أسئلة، اللقاء الأول واللقاء الثاني نفس الأسئلة قاعدة تتكرر، اللقاء الثالث لا بدأت تختلف الأمور بشكل أفضل. أتمنى أنه بديتوا تستوعبون بعض الأمور وبعض الأشياء بشكل صحيح. نقطة أكد عليها تكفون يا شباب مهمة جدا، يمكن قالوها كل الزملاء الكرام وأساتذتي اللي هم معانا في الكورس اللي يقدمون، يقول لكم هذا الكورس التركيز ليس فقط على نيل الاختبار وأن نأخذ الشهادة ونمشي، الأهم من ذلك رفع المستوى المعرفي، فهم أكثر، تطلع لمسألة الجودة وكل ما يعني. الجميل الزملاء الكرام كلهم قاعدين يتكلمون باللغة بسيطة سهلة سواء كانت إنجليزية أو عربية عشان تصل لكم وتقدرون تستفيدون منها.
فبالتالي احرصوا كل الحرص على أنه تراجعون تذاكرون، لابد من المراجعة والمذاكرة بشكل مستمر. الله يعطيكم الصحة والعافية. هذا ما لدي بارين، وشكرا للزملاء الدكاترة زملائنا الكرام الدكتور عمرو ودكتور عمرو دكتور عبد الوهاب دكتور أيمن وكذلك أختي زينب، الله يعطيكم الصحة والعافية. طيب احنا لحد الآن ما جانا أي سؤال ولا أحد رفع يده من الزملاء. في الأخ فيصل يقول أنا سجلت متأخر بالدورة وسجلت لجميع الشهادات، فهل الحين ممكن أصير الحق مع الزملاء ألحق مع الزملاء في الأسبوع اللي فات؟ نعم، المحاضرات كلها موجودة على قناتنا على التليجرام وعلى قناتنا على اليوتيوب من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، تحضرها واحدة واحدة وكذا تكون يعني أنجزت الشابتر الأول، وممكن تدخل معانا في الشابتر الجاي اللي هو يبدأ إن شاء الله بمحاضرة يوم الثلاثاء القادم. الأخت وتين أعطيناك المايك. الأخت وتين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت أستفسر بس عن شغلة، لأن أنا من ضمن الناس اللي دخلوا مرة متأخر بخصوص الكوزز اللي عن المحاضرات اللي فاتت، هل إجباري إنه إحنا نختبرها ولا بس نراجع من المحاضرات اللي فاتتنا؟ والله إحنا وضحناها في الجروب وقلنا ما فات مات، إحنا نبدأ من جديد فما راح نحاسب على اللي فات. راح نشرح لكم الكورس كامل، ترجعون للي فاتكم على قناة التليجرام. موضوع الكوزات موضوع الغياب لن يحسب الغياب اللي فات، لأنه صار في مشكلة، صار في لخبطة، في ناس دخلوا متأخرين، ما راح نحاسب أحد، فراح نبدأ من الآن من جديد مع الجميع. تمام، يعطيك العافية، شكرا. طيب في أحد عنده استفسار أو سؤال؟ في أسئلة أبو أرين موجودة. طيب على الشات ممكن أي واحد منكم يقرأ لنا سؤال ويجاوبه. سؤال ضروري، كيف أركز في شهر على مذاكرة المنهج علما أن امتحاني ببداية ديسمبر؟ وشكرا لك. طبعا يعني موضوع دخول الامتحان والجاهزية، يعني الوقوف على الجاهزية دي، المفروض القرار الدخول الامتحان يبقى فيه يعني تبقى انت ريدي من الاول، المفروض يبقى انت من 3 شهور 4 شهور. انا مش عارف اتوقف على ايه الكم المذاكره الموجود، يعني احنا بنحاول نعين الناس على القراءه وعلى الاطلاع، واذا عنده واحد عنده ماده جديده او مره يشوفها فاحنا بنسهلها باللغه العربيه على الانجليزي علشان خطر الامور توصل. يعني ف تركيز على المنهج ده موضوع يعني شخصي وليس انت ملتزم بيه خلاص، بس فقط يعني احنا بنحاول نساعد فقط. يعني الاعتماد الكامل كإضافة للدكتور عمرو هو عليك كشخص، انك انت تعلم نفسك بنفسك، تعرف الشابترز كلها وتعرف تفاصيلها والاقسام وكيف طريقة الأسئلة. احنا قاعدين نساعد ونمشي معك. اسمح لي دكتور عمرو أن أطل للسؤال اللي بعديه. في عندنا يقول ممكن إعادة شرح الديمينج أكريديتيشن، أنا فهمته إلى حد ما والشرح كان حلو بس حاب أتأكد من صحة فهمي. خلنا نسمع صحة فهمك، إذا ممكن ترفعوني خديجة أرفع يدك وشرحين لأن أنت فهمتي، وخلينا إحنا نصحح لك ولا نخطئك. توقع كذا يمكن يكون أحسن. متى الاختبار الأول بوارين؟ متى الاختبار الأول بوارين؟ لا، قلنا لهم بنحدد لهم الموعد خلال الأيام القادمة إن عساس نعطيهم فرصة يراجعوا اللي أخذوه في الشابتر الأول، وراح نبلغهم في الجروب. خلاص في الجروب إن شاء الله راح يكون عندنا الاختبار الأول. الهيكل التنظيمي والأسماء كنا الدكتور هو يعني ما هي واضح السؤال عبد الله، ما هو واضح السؤال. طيب دكتور عبد الوهاب، شوف موضوع الهيكل التنظيمي ما فيش مشكلة باش ممكن نجاوب انا على السؤال. اي تفضل دكتور انت، وبعدين في دكتور عبد ال يصير انت ما مشكله اي سؤال عادي. اي لا انت عندك الهيكل التنظيمي جو اهيد.
أنا بس الديمينج أكريتيشن ليش خليت أنا ودي نفس الشخص جاوب أنت الأكريتيشن الأول وبعد المرات. لا أنا ما أبغى أجاوب لأن دكتور إحنا شرحناه ثلاث مرات، شرحته أنت مرة وشرحته أنا مرة في المحاضرة مع دكتور عبد الرهاب، وشرحته مرة ثالثة في الكلام إنه أنا فهمته وكل شيء تمام، بس حابة يعني هل أشوف فهمي صح ولا، عشان كذا لازم نعرف وش الفهم اللي عندهم يعني عند خديجة لو هي تكتب فهم إيش وإحنا نجاوب عليها. تفضل دكتور معاك الهيكل التنظيمي. طيب باختصار يا جماعة كده، موضوع الهيكلة التنظيمية دي هي فكرتها إنه إحنا أنا عندي ناس بتشتغل في المؤسسة الصحية، الناس دي محتاجة إنها تقاد، يعني تتسيستم، يعني تشتغل بطريقة تحد من الفاريشن، تقلل من الفاريشن، لأن إحنا مختلفين، يعني كم واحد بتاع ER موجود، كم واحد بتاع جراحة موجود، كلهم بيشتغلوا بطرق مختلفة. فالفكرة كلها بأنه لما أعمل هيكلة تنظيمية فوقيهم يبقى أنا الناس اللي بتتهيكل دي شغلتها هو التنظيم. وخلينا نفرق ما بين الليدرشيب وبين المانجمنت. الليدرشيب زي ما تم الشرح قبل كده هي القيادة، هم الناس الملاك، هم الناس اللي معهم فلوس، هم الناس اللي عاملين المشروع. لكن لما يجوا يسلموا المشروع لحد هيسلمون حد يديره. فالإدارة اللي هو بنسميه المانجمنت بالإنجليزي موضوع مختلف تماما، من أول مدير المستشفى. مدير المستشفى مش جافرن بودي، ليس جافرن بودي تماما، ده راجل متعين عشان يدير. طيب دي الرأس الكبيرة، فبنسمي ده CEO أو Chief Executive Officer. الراجل ده مسؤوليته ايه؟ مسؤوليته يجيب الاستراتيجيك بلاننج اللي موجود فوق اللي الناس رسموه، الاحلام بتاع الناس، الميشن والفيجن وكلام من ده، ونبدا نحول الكلام المكتوب الجميل والاحلام الجميله بتاع البهوات اللي معهم فلوس نحولهم على ارض الواقع الى عمل. يعني اذا CEO هو اول واحد موجود في العمل التنظيمي داخل المؤسسه. يجي بعده سينيور، بنسميهم السي سوتس اللي هم بقى الشيف ميديكال اوفيسر، الشيف مثلا فاينانشال اوفيسر، الحاجات الاداريه اللي انتوا عارفينها، النيرسينج اوفيسر. الروس الثقيله دي هم بنسميهم احنا ايه؟ السينيور ليدرز، هم الادرع بتاع السي اي او. القرار النهائي في الرجوع بيكون الهيكله السي اي او وتحته الايه؟ الناس دي. فأنا ماسك جزء كبير أو بارتيشن كبير من المؤسسة أو عدة أقسام داخل المؤسسة. بعدين ننزل بقى السينيور ليدرز دول ينشق من تحتهم، هيكون ديبارتمنتس، صح؟ مجموعة من الأقسام. فالمجموعة من الأقسام دي عليها هيدز اللي هم يسموه الهيد اوف ديبارتمنت، مش كده؟ دول منفذين فعليين اللي ماسكين الناس اللي هم بيحركوا اللي هم الفرونت لاين ستاف أو الناس اللي هم على خط الجبهة. يعني كده دي الهيكلة العامة للتنظيم. يعني دلوقتي CEO شغلته إنه هو يوصل الصوت النهائي للناس اللي تحت دي كلها لفوق للgoverning body، ويرجع به أوامر وعملية تنفيذية. السينيور ليدر شغلته الحاجة الرئيسية هو انه يكوميونيكيت الاستراتيجيك بلاننج، انه يتكلم مع الناس اللي تحت، انه يعمل مونيتورنج على انه الاستراتيجيك بلاننج ان بليس وشغاله ومظبوطه. والهيد اوف ديبارتمنتس هم شغلتهم انهم ينفذوا الاوامر اللوكالايز. اتمنى اكون الهيكله دي واضحه. شكرا. يعطيك العافيه دكتور. طبعا بالنسبه للي يسالون عن الكويز اليوم، ما في كويز اليوم، مناقشه مفتوحه. راح نجيب على أسئلتكم عما تم طرحه سابقا. بالنسبة للزملاء اللي يسألون يقول يعني قناة التليجرام واليوتيوب احنا مرسلينها لكم على الجروبات، وبعيدها وبرسلها مرة ثانية. قناة التليجرام موجود فيها المحاضرات على اليوتيوب، روابطها موجودة في قناة التليجرام، المادة العلمية اللي هو الكتاب الكيو سوليوشن، أيضا الجدول
وراح ينزل الجدول حق الشابتر 2. إضافة لذلك إنه يعني كل الأشياء اللي تحتاجونها راح تلاقونها في قناة التليجرام، فراح ترسل لكم إن شاء الله مرة أخرى الحين على الجروب. بالنسبة لموضوع الامتحانات والكويزات، ليس لها علاقة باستلامك للشهادة أو لا. الامتحانات والكويزات هي عبارة عن خلنا نقول يعني تمرين لأجل نتأكد من وصول المعلومة لكم. في نهاية الكورس اللي حضر معانا أكثر من 70% من المحاضرات يحق له الحصول على الشهادات، واللي هي الخمس شهادات، ويكون دافع قيمتها للجمعية. اللي مسجلين معانا أو ما يبغون الشهادات وحاضرين معانا بدون تسجيل، يبغون فقط المعلومات، فراح يستمرون معانا إلى نهاية الكورس، وبعدها يقدمون على امتحان بطريقة من خاصة. حنا الآن جالسين نشرح لكم الآلية، نعطيكم كويزات وامتحانات تمرين لهذا الامتحان. بالنسبة للحضور اللي كاتب كيف تعرفون الحضور وما في كويز، احنا عارفين، لكن اللي كاتب الرسالة وداخل باسم زوم يوزر، هذا ما راح يطلع اسمك عندنا، لازم تعدل اسمك وتخليه بالاسم الثنائي أو بالاسم الثلاثي أو بأي اسم صريح لك، عشان نعرف أنه أنت موجود معانا، لأن احنا لما نطلع الأسماء من الزوم بيطلع اسمك زوم يوزر، ولا راح يسجل لك حضور. فبالتالي أرجو أنه الجميع يدخل باسمه الصريح. اللي داخل برقم يا ليت يعدل اسمه إلى الاسم الصحيح حتى يسجل من ضمن الحضور. اليوم فقط لقاء مفتوح. أنا أشوف يعني أنه لو بدأنا أو شرحنا لهم آلية الإجابة على الأسئلة مع الدكتورة إيمان، ممكن تحل كثير من التساؤلات، ولا لا يا دكتور؟ دكتورة إيمان؟ بالضبط يا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان؟ السلام عليكم، أهلاً أبو أرين. أوكي، فتحب أن أنا أبدأ دلوقتي؟ أوكي، اعملي شير على أساس أنه يعرفون كيف طريقة حل الامتحان، و اعملي شير لله. أوكي، شير سكرين. السلام عليكم جميعا. دكتورة معلش، أنا حابة أكلم موضوع بسيط جدا، اللي هو موضوع يعني تكنيك إزاي أحل سؤال. طبعا أما نيجي نحل أسئلة، وخاصة أسئلة CPHQ، قبل ما نبدأ نحلها بنتوقع أن الموضوع صعب، أو أن إحنا داخلين على حاجة يعني حاجة مستحيلة، والواقع ليس مثل ذلك خالص. يعني أسئلة CPHQ هي أسئلة امتحانات، وزيها زي أي امتحانات بتيجي في الآخر بالقراءة الكتيرة المثابرة، القراءة من مصدر وقراءة من مصدر تاني، المذاكرة مع جروب، سماع الفيديو، كل ما هو سورس أقدر يعني أستخدمه إن هو يزود لي معلومة، كل ما بقدر أتمكن أكتر إن أنا أحل بسهولة وقت ما يجي يعني الامتحان هبقى متمكنة. لكن طبيعة الكورس بتاعنا هو بس إحنا مش بنفوكس إزاي تخش الامتحان وتحل، هو أنت بتكتسب نوع من النوليدج، سواء كان اللي بيمارس الجودة فعلياً بيشتغلها أو بيدعم الجودة، هو مثلاً شامبيون أو في لجنة للجودة أو مسؤول عن الجودة في قسمه، بيوصل لحاجة من هي علم التمكن، يتمكن من منظومة أو علم الجودة والسيستم بتاع الجودة، فيقدر يرفع من عمله. ممكن كل واحد بيشرح مش بيشرح بس عشان تخش الامتحان وتنجح، إن شاء الله بعد كده تلاقي إن أسهل حاجة رغم صعوبتها إن تخش الامتحان وتنجح، بس الأصعب هو إني أتعلم حاجة فعلا تفيدني. أنا معاكم دلوقتي هشرح لكم في السلايدز دي إزاي أقدر أباس الإكزام. أنا بس بتاع البرزنتيشن علقت معايا، فأنا I will stop sharing وهعمل شير تاني، معلش ثواني. سامبل، اوكي.
كده ظاهر على السكرين برزنتيشن لو ولا مش طالعه؟ لا مش ظاهر دكتوره. كده طالعه؟ ايوه الان تمام طالعه، بس انا لو كبرت شويه معلش ما بتتحركش معايا، فمش عارفه معلش. ممكن اكمل الشيرنج كده؟ اتس اوكي. واضحه؟ واضحه واضحه دكتوره. طيب معلش، فالاسئله زي ما بقول في الاول بتبقى حاجه مظلمه، ما نبقاش عارفين نعملها ازاي، بس شويه بشويه احنا معاكم وكل واحد بيحاضر وبيفهم حضرتك بيشرح لك ازاي انك تحل. هي ليه الاسئله او ليه سمعه السي بي اتش كيو انها صعبه والسمع عن اسئلتها انها صعبه والموضوع بيحتاج وقت. الموضوع ان انت ممكن تدخل الامتحان تلاقي اسئله سهله جدا لدرجه انك تسال نفسك وتلاقي سؤال دايركت مباشر انت شفته في موك، شفته موجود في على النت، في جروبات كتير على الفيسبوك، في حاجات بص تلاقي السؤال جاي لك بحذافيره كوبي بيس، فتقول يا ايه ده، معقوله الامتحان سهل قوي كده؟ اتس سو ايزي للدرجه دي؟ ده تبص تلاقيه في الاول شويه جات لك شويه اسئله سهله، او في النص تلاقي اسئله سهله جدا وهتستغرب يعني. ودي بتبقى نوعيه الاسئله اللي هي ريكول، يعني سؤال مباشر جاي لك عن ديفينيشن. النوع الثاني من الاسئله ان هو اسئله بتبقى يعني صعب جدا لدرجه ان انت تقول هو ده، هو انا دلوقتي قاعده في امتحان سي بي اتش كيو ولا ده جايبين لي اسئله بتاعه شابتر تاني ولا ماده تانية ولا موضوع تاني، انا قاعده في الامتحان الغلط. فتلاقي اسئله من الشرق واسئله من الغرب واسئله ما لهاش علاقه بيك، وانت تستغرب، بس انت هتلاقي اكيد في الاخر ليها علاقه باللي انت درسته، هتلاقي هتقدر تطلع الشعره اللي انت تعرف تطلع منها الاجابه، برضو هتلاقي نفسك مستغرب يعني. فتوقع اصعب نوع اللي هو الاناليسز تايب من الكويشنز، اللي هو اللي بقول ان هو اصعب نوع، وممكن يجيب لك سيناريو عن حاجه ما مرتش بيك وسؤال ما مرش عليك قبل كده، بس برضو مع التدريب هتتعود. او تكون بعض الاسئله هي بري تيست، هم حاطين نسبه من الاسئله هي بري تيست، هم بيختبروا هذه الاسئله واول مره يحطوها في الامتحان بتاعك، ودي ما بتبقاش داخله من السكور، فبرضو شيء ما يزعجكش. اول نوع من الاسئله اللي انت بتلاقي الاربع اجابات كلهم صح. طب لما يجي لي الاربع اجابات كلهم صح انا جاوب ايه؟ ده موضوع بيحير جدا. ساعتها انت تختار اكتر واحده مور كومبريهنسيف، او اكتر واحده كانك انت بتفكر على المستوى الاستراتيجي، والاجابه تكون بتشمل الاجابات اللي تحتها. يعني انا بتكلم على توب ليفل، او بتكلم بلغه المنظومه من فوق، او باللانجوج بتاعت التوب ليدر او الليدرشيب، الموضوع ان انا هاخد الجمله الاشمل. اوكي ده سؤال، ويمكن الاكزامبل دي اسئله انا جايباها من الكتاب بتاع جانيت براون. فهتلاقي انا حاطه لك السؤال ومعلمه على الاجابه، انا مش بستغل الوقت ده ان انتوا تختبروا، انا بس عايزه اوريك ازاي تو هاندل الاجابه، وازاي تفكر ازاي تجاوب. ده سؤال بيتكلم على ترانزيشن من الكواليتي اشورنس كواليتي مانجمنت او كواليتي امبروفمنت، يعني بدل ما الجوده هي منظومه بس بتقيس وبتعمل كنترول تشارت وبس بتعد ايه صح وايه غلط، مطابق او غير مطابق لمنظومه المنظومه الحاليه، يعني كانك مثلا بتشتغل بمنظومه كواليتي مانجمنت شغال على معايير سباق. اي واحده منهم بيقول لك which one of the following emphasize has resulted in the most significant benefit. لو بصيت كل الاسئله هتبص تلاقي focusing on primary on the process rather than individual. يمكن دي بتكلمك ان انت الكواليتي الجديده بتفوكس على البروسيس، طب دي شامله اوكي. focusing on organization wide rather than clinical، يعني بيقول لك المنظومه كلها، منظومه المؤسسه مش بس اقسام معينه. organizing around the patient safety، ان كل السياسات بتاعتنا النظام بتاعنا مخطوط حسب البيشنت فلو، مش بس بتكلم على ديبارتمنت، برضو كويسة لكنها جزء. initiating more prospective rather than retrospective، أنا بشتغل prospective أو استباقي بس لما بشتغل على الريسك مانجمنت على سبيل المثال. طيب ليه السؤال الاولاني اشمل او ليه هو مور كومبريهنسيف؟ لان هو بيكلمك ان الكواليتي احنا عارفين من البدايه زي ما ذكر الزملاء احنا ستراكشر بروسيس اوتكم، فانا باخدها من منظومه البروسيس، فالاجابه اللي فيها بروسيس وايد بروسيس يبقى دي اشمل من ان انا اتكلم على
بتكلم على ليفل كلينيكال او بتكلم على جزء انا بستخدمه اللي هو بس البيشنت فلو، لان مش بتكلم على الجانب الاكلينيكي بس. فتبص تلاقي انا بتكلم على بروسيس وليس انديفيدوال، تعتبر الاجابه الاشمل. فلا تاني لما يجي لك سؤال الاربعه صح تبص على الاشمل. اوكي ده سؤال برضو بيتكلم على منظومه الانتجريتد ديليفري سيستم ونجاح الاستراتيجيات او اي حل من حلول الكواليتي بيعتمد على ايه. كل الاجابات انا شايفه انها صحيحه. انفورميشن سيستم، لازم يبقى عندي انفورميشن سيستم، لازم يبقى عندي داتا وعندي ارقام وعندي كي بي اي وعندي انفورميشن بلان. تاني حاجه لازم عندي فرق تيم، اوكي عندي كيس مانجمنت يجوز بس في حاجات معينه في بروسس معينه البيشنت فلو معينين. بيشنت كير مانجمنت سيستم، دي الاجابه الرابعه دي تعتبر اشمل، وممكن وانا عندي بيشنت كير مانجمنت سيستم يكون جواها الكيس مانجر ويكون عندي جواها تيم متخصص للامبروفمنت وعامله سبورتيف ليها انفورميشن سيستم. فبالتالي الاجابه الاخيره بتشمل الاجابات الاخرين، فبالتالي انا بختار كده. اوكي تمام. النوع الثاني ان ممكن يجي لك ثلاث اسئله، ثلاث اسئله من الاربع اسئله يكونوا صح. لما يكون عندي ثلاث اسئله، طب انا بالظبط هختار ايه؟ بتابع حاجه طريقه اسمها باكسكلود. لما انا باكسكلود بلاقي فيه اجابه من الاربعه غلط، فانا عملت لها اكسكلوجن. ودايما قالت ان انا استخدم اكسكلود، يعني اقرا اشوف ده غلط ده اطلعه بره، يبقى كده انا اتبقى لي ثلاثه بس. اوكي فالسؤال ده بيتكلم على الكواليتي بروفيشنال كان بيست فاسيليتيت ذا ديفلوبمنت اوف ا كواليتي كلتشر ان ذا اورجانيزيشن. دايما تلاقي كلمه فاسيليتيت الاين مع دور الكواليتي بروفيشنال، وبتنعكس في حاجات كتيره، تنعكس في حاجات كتيره. هو بيفاسيليتيت تقريبا كل شيء بيدعم السيستم، لكنه لا يعمل دايركت ولا هو بينفذ بايده الا الحاجات اللي هي في سكوب الكواليتي. ارجع تاني اقول ان انا باكسكلود الحاجه الغلط. هل فبالنسبه لهذا السؤال بيست فاسيليتيت ديفلوبمنت بتاعت كواليتي كلتشر، اوكي بيأسس الاورجانيزيشن ريدنس تو كوميت تو تشينج، بيعمل استبيانات وبيوزع استبيانات، فدي تعتبر ماشي مش غلط. الجزء الثاني انا استبعدتها بريبيرنج ا لونج تيرم بلان فور كلتشر ترانسفورميشن، هو مش بيحضر هو البلان لوحده، فدي باكسكلود. encourage leader to commit to a culture of quality. دي كويسه بيعملها برضه. leading cultural transformation redesign team، هو بيليد التيم بتاع ترانسفورميشن. طيب غالبا احنا بنبص على المفردات، او انا يعني اللي انا بنصحكم بيه ان انتوا تقول تشوفوا، وخاصه ان اللغه الانجليش احنا معظمنا يعني دارس بالانجليش، لكن المفردات اللي بيستخدموها في الكتاب نبص لها اكتر ونبص على الاجابه مره واثنين. انا لما انا بفاسيليتيت اكتر حاجه تمشي مع بفاسيليتيت، كلمه فاسيليتيت ان انا كاني بكونسلت في ايه، او انا بساعد في ايه، او بزق في ايه، او بدفع في ايه. فالجزئيه اللي انا بدفع فيها اكتر انا شايفه ان انا باكسكلود رقم ايه، ان انا مش بفاسيليتيت ان انا تؤسس، لان انا نفسي كمسؤوله جوده انا اللي بعمل الاسسمنت. فبالتالي انا شايفه برضو ان نمبر ايه هي مش غلط، لكن لما اجي ابص مره تانية لا هي تعتبر خطا، انا خليني اركز تاني. فبالتالي بقى ان هو تو انكورج الليدر تو كوميت، يعني بيشجع الليدر الكوميتمنت للكالتشر، يجي يروح يكلم مدير السيفتي خلينا نعمل راوند، يكلم مدير المنشاه خلينا نعمل ايفنت للبيشنت سيفتي، خلينا نشجع اكتر ناس بتريبورت الاو في ار، ندي ريكوجنيشن. فبدوره للفاسيليتيت بيزق الاخرين او بيكوتش الاخرين او بيكون سبب ان هو يقنعهم، وهم اللي بيرياكت، فبالتالي يشوه للناس كلها او يبينوا يظهروا ان هم بيدعموا هذه الثقافه. فبالتالي هتبص تلاقي ان انت لما بتيجي تفكر بتعمل برايورتيزيشن، وبتقول لا انا شايفه ان الاجابه دي اعلى واحده فيهم او اكتر واحده فيهم تمشي مع المفردات او تمشي مع كلمه فاسيليتيت. فدايما لما اشوف كلمه فاسيليتيت افكر كده انا دوري بزق ايه او بدفع ايه او بكوتش ايه. اوكي كده تمام. النوع الثاني او النوع الثالث ان انا يبقى عندي اجابتين وانا شايفه ان هم صح من الاربع اجابات، اتنين صح
اختار ايه ولا ودي النسبه كبيره. تبص تلاقيك انت محتار ما بين مثلا سي ودي، هختار دي ولا هختار دي، وممكن البعض يسيبها ويحط علامه ويسيبها ويجي اخر الامتحان ويرجع لها تاني. المفروض ان انت لما تختار ما بين اجابتين وانت اجابتين محتار فيهم، عادي من حقك انك تسيبهم ساعتها. انت حتى لو انت متردد اكتب انت ميال لايهم اكتر، لانك لما هترجع تاني هترجع برضه تختار اللي انت ميال له. انا شايفه ان الاثنين زي بعض والاثنين صح، بس انا اميل لسي عندي، بس حسبها الاخر هرجع لها، هرجع لها تاني بس لازم هبص لها تاني. اوكي. السؤال ده بيتكلم على the most common form of reimbursement for primary care physician. احنا كلنا اتكلمنا على في الجزء بتاع الاستراتيجيك بلاننج، وبرضه استعرض في البدايه دكتور عمرو الاليات التامين الحديثه والبلان او الهيلث بلان، وان هم دلوقتي بقوا بيدفعوا للتامين بطريقه الكابيتيشن او باي فور بيرفورمانس، ده اللي هو بيسموه الريمبورسمنت او مدفوعات شركات التامين. فستريت سالري دي تعتبر خطا، ان هم بيدوا للناس يعني كل واحد يبقى جاله مريض او جاله 10 يدوا له ستريت سالري او فيكسد سالري، طبعا لا. ديسكاونت في فور سيرفيس، لا هي باي فور بيرفورمانس، فدي تعتبر برضو خطا. هيتبقى عندي سؤال اجابتين اللي هي كابيتيشن ويزاوت ويز هولد وكابيتيشن ويز هولد، دي في حد ذاتها بتلخبط، بس انا لازم ارجع يعني احللها تاني وافكر. هلاقي ان انا الريمبورسمنت اوكي هي الكابيتيشن بير كابيتا او بالراس، انا بحاسب بالراس او بحاسب الشخص بالخدمه اللي اتقدمت للفرد. ويز ما بين ويز او ويزاوت ويز هولد، كلمه ويز هولد هنا ودي هتلاقيها متكرره في الكتاب ويز هولد، لكن لا انا هحاسبك بالشخص لكن بعد ما انا هعمل تكنيكال ريفيو وتاكد من السيرفيس، وفي البعض انا بطلب ري اوثورايزيشن واعمل ريفيو اشوف ان مفيش خطا تم في الكير بروسيس وان الدنيا اوكي، فساعتها انا بحاسب المنشاه الصحيه او بحاسب البروفايدر. فساعتها تبقى الاجابه رغم اني اتلخبطت ويز ولا ويزاوت، لكن لما افكر هلاقي ان سي هي اصح من بي، لان ويزاوت ويز هولد كابيتيشن ويزاوت ويز هولد يعني كده انا بحاسبك بدون ما اتوقف او بدون ما اعمل وقت للمراجعات او بدون ما ارجع لك اقول لك لا في عندك حالات ريجكتد مش هدفعها. فنلاقي لما بنيجي بنحلل نلاقي ان الاجابه سي هي اصح. اوكي. النوع الاخير one answer is right، يعني each statement has that the word make it excluded. اوكي. فده example لسؤال بضطر اعمل اكسكلوجن كل حاجه، انا اكسكلود واحد اكسكلود اثنين اكسكلود ثلاثه. يعني انا لما فكرت بيتكلم على ده سؤال سيمبل جدا، كواليتي مانجمنت سايكل بيزد اون جوران تريولوجي. فالسؤال ده بمنتهى البساطه بيتكلم بيقول لك اكسكلود لاب، طبعا انا اي حاجه فيها ديبارتمنتال او بيكسكلود خدمه معينه طبعا هذا تعتبر اجابه خاطئه، فانا بشيلها بحذفها بعمل لها اكسكلوجن. required departmentalization طبعا ده منظور قديم، فاي حاجه ديبارتمنت برضو بشيلها. encompass only non clinical aspect طبعا دي تعتبر excluded، لان احنا we are including في منظومه الكواليتي مانجمنت الكلينيكال والادمنستريتف كلينيكال ونون كلينيكال، بنبص للهيلث كير فاسيلتي على انها منظومه واحده. incorporate information from strategic planning، فلو جيت بصيت تاني فانا كده باي اكسكلوجن بقت عندي اجابه واحده هي اللي صحيحه، ودي تعتبر من الاسئله السهله اللي هو يعني الاجابه نفسها او مجموعه الاجابات نفسها بتشاور لك بتقول لك واحد بس هو اللي صح، لان في كل ستيتمنت فيها كلمه خطا. اوكي نستكمل. underline the incorrect، هنا under the quality improvement paradigm which statement is incorrect، هو هنا بيلخبطك لان بيقول لك مين فيهم ال incorrect، فانت ممكن ما تاخدش بالك من عمليه كلمه correct او incorrect وانت by default focus on competency of individual. يعني هل احنا هو ده تكرار لنفس السؤال، اي حاجه فيها individual فيها performance بتاع اشخاص دي تعتبر خطا، والحاجات الثانيه focus on the efficacy effectiveness تعتبر صحيحه، focus on patient برضو تعتبر صحيحة، focus on organization performance تعتبر صحيحة. فأنا عندي ثلاث جمل
صحيحة، لكن هو طالب الجملة الانكوريكت، فباي ديفولت أنا بختار الإجابة الأولانية اللي هي برضو أي حاجة individual تعتبر غلط فهو غلط، وهو طالب الجملة غلط فتبقى الأولانية. أوكي، فبعض الأسئلة اللي بتبقى فيها الانكوريكت دي بتحتاج نوع من التأني شوية عشان ما تنطش على تفتكر أنت تختار حاجة كوريكت. Zero answer right cannot be look again، يعني انت لما تجيلك سؤال كل الاسئله اللي عندك انت ولا سؤال منهم عاجبك، طب انت هتعمل ايه؟ لازم اكيد في كي وورد، يعني بمعنى ان انت هتربط ما بين كلمه موجوده في راس السؤال وكلمه موجوده في الانسر. ده سؤال يعني monitoring the specific organization. احنا عارفين ان في المونيتور احنا لما بنيجي نتكلم على منظومة المونيتورينج يعني بنبص ايه هي مجموعة الكي بيرفورمانس انديكيتور اللي عندنا، الكي بي اي اللي عندنا، وطبعا اللي اشتغل على معايير سباهي ما شاء الله عارفين بيبقى فيه ستراكتشر انديكيتور، بروسيس انديكيتور، واوتكم انديكيتورز. فانا بالتالي لما همونيتور لازم بمونيتور الثلاثة. فلما يطلب مني مونيتورينج طب ازاي بيخيرني ما بين اوتكم وبروسيس وستراكشر وادمنستريشن، فالموضوع محير، انا كده بقيت لازم اختار حاجه واحده بس. ساعتها ارجع اقرا راس السؤال تاني، اكيد في كي وورد موجوده في السؤال هي اللي هتدلني اي اجابه اللي انا اختارها. الميديكال ريكورد ممكن تبقى بروسيس الدوكيومنتيشن، طب ما اختارش الدوكيومنتيشن. لكن انا لو بصيت تاني لا انا لازم ارجع اعيد التفكير، specific monitoring the specific organization and the content. طالما content يبقى هو بيتكلم على حاجة structure، نماذج عندي أو مش عندي، حاجات مثلا content بتاع nursing assessment أنا ما عنديش form للnursing assessment فمش قادرة أعمل monitoring للأداء التمريض. فطالما ذكر كلمة content ودي اللي أنا بعتبرها الكيورد اللي في السؤال اللي بتقدر تدليني وتشاوري إن إجابة C structure of the care هو دي الإجابة الصحيحة. أتمنى أن أنا بالسلايد البسيطة دي أكون يعني قدرت يعني أحط يعني خطوط كده بسيطة، خطوط عريضة نمشي بيها، وأهم حاجة practice، كل ما تجاوب أكتر وكل ما تحل أكتر كل ما تلاقي الأسئلة سهلة، وكل ما تلاقي كمان برضو عشان ما قلنا إحنا مش بس الأسئلة، تلاقي كمان بتتحط في موقف العمل بتلاقيك أنت متمكن أكتر وتقدر تمانج الطريقة أفضل. خلاص أنا ده خلصت الجزء اللي يعطيك العافية دكتورة. تمام شكرا. طيب احنا بنرجع للزملاء في الشات، طبعا زي ما قلنا اليوم فقط نبغى نسمع منكم أسئلتكم، ما في كويز. الزملاء اللي داخلين ويقول أنا داخل باسمي ولا لا، أنت تعرف نفسك لو دخلت على الزوم أنت داخل بأي اسم توضح معك. دخولك لل أو تسجيلك في الزوم نفسه على جهازك إذا كان باسمك راح يطلع الاسم عندنا، إذا أنت مو مسجل بالزوم باسمك راح يطلع لنا زوم يوزر أو رقم وبالتالي ما بيسجل اسمك عندنا. اليوم ما في كويز زي ما قلنا، اليوم فقط نسمع منكم الأسئلة، نعطيكم طريقة الإجابة على الأسئلة. الدكتورة شرحت مجموعة من الأسئلة وكيف طريقة حلها. إحنا عارفين إنه بعض الزملاء يقول ليش تكتبوا لنا الإجابة على الشاشة، إحنا ما نبغى نعرف الإجابة نبغى نفكر، لا إحنا نبغى نعلمكم كيف ممكن تجاوبوا على الأسئلة، فجايبين لكم أسئلة محلولة جاهزة قدامكم الآن. نشوف الزملاء اللي رافعين أيديهم أساس اللي يبغون يشاركون أو يسألون أسئلة. طيب الأخت فاطمة فتح المايك من عندك. فاطمة فتح المايك من عندك أستاذة فاطمة. طيب في أحد عنده سؤال يبغى يسأله؟ طيب عايد او عايض تفضل اخوي عايض افتح المايك اللي عندك.
اخوي عايض، عندك سؤال اخوي عايض افتح المايك. طيب استاذ عبد العزيز السلام عليكم، معك فواز. هلا حياك الله فواز. في سؤال عايد هنا سجله، يقول هل ضروري أدخل الاختبارات وهل حل الكويزات له علاقة باستحقاق الشهادة؟ يحتاج إجابة عليه. زي ما قلنا الاختبارات والكويزات اللي في هذا الكورس ما لها علاقة باستلامكم للشهادات نهاية هذا الكورس. الشهادات مرتبطة بحضوركم ل70% من المحاضرات. بالنسبة لي إذا انتهينا من الكورس الثلاثة أشهر، كل واحد بطريقته الخاصة يقدم على امتحان السيبي تشي كيو على موقعهم الرسمي ويدفع لهم الرسوم ويختبر. احنا جالسين نجهز لهذا الامتحان، ولك حق ان احنا نعطيك المعلومة الكافية، وحتى تستفيد من هالمعلومة نعطيك كويزات وامتحانات حتى نمرنك على هذا الامتحان. وفي الأخير اللي دفعوا الرسوم وسجلوا الشهادات راح يستلمون الشهادات اللي دفعوا رسومها من جمعية الإدارة الصحية. هذا باختصار، وأرجو أن السؤال هذا ما يتكرر معنا كل يوم يسأل هذا السؤال مرة ثانية. طيب أخوي نواف أعطيك افتح المايك من عندك. أخوي نواف المايك عندك افتح. سالي افتح المايك من عندك. السلام عليكم، مساء الخير. السلام ورحمة الله. هلا، الله يعافيك. في البداية أنا حابة أشكر كل الدكاترة والقائمين على البرنامج، حقيقة الكورس مفيد وإحنا استفدنا، والله يديكم العافية، وإن شاء الله يعني دائما في ميزان حسناتكم يا الله. الله يعافيك. بالنسبة للامتحان نفسه اللي هو CPHQ، أنا عندي شوية استفسارات عن الامتحان نفسه. طيب يعني مبدئيا هو كامتحان هو كم مرة في السنة ممكن يقام؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية، هل هو MCQs بس ولا في برضو جزء منه حيكون written كإسايز يعني؟ والحاجة الثالثة إنه ممكن أنتوا تقدموا لنا مثلا تسهيلات على أساس إنه نقدم للامتحان، ولا بس إحنا مجرد ما يخلص الكورس متى كنا جاهزين للامتحان نفتح الموقع ونسجل يعني طيب لوحدنا يعني. طيب يعطيك العافية. احنا راح نجيب على السؤال. الدكتور عمرو، مين من الدكاترة ممكن يجاوب؟ اي واحد ممكن يفتح المايك يجاوب على السؤال. عندك 4 امتحانات في السنة، في مارش وجون وسبتمبر وديسمبر، والامتحان بيفتح المواعيد مفتوحة قبل الامتحان بحوالي شهر ونص، بعد كده بيقفل. لكن الطبيعي ان الواحد يعني يحاول يجهز نفسه قبلها ب3 شهور. بعد ما تكون جاهزة خلاص تبدأ انت بقى تحلي اسئلة ومش عارف ايه كلام من ده، وتدفعي الفلوس. يعني في مرحلة الشهر ونص دي تدفعي الفلوس. خلاص فاضل مثلا شهر او شهر ونص كمان وتدخل الامتحان بس. ده بالنسبة للتجهيز يعني. موضوع سهل مش صعب يعني، لكن اللي احنا بنعمله دلوقتي هو انه بنقول لكم يا جماعة حاولوا تجهزوا نفسكم للامتحان. هذه مساعدة للتجهيز وليس امتحان، وليس انكم بتاخدوا شهادة هتاخدوا مثلا قيمة للشهادة بتاعت CPHQ. انتم بتاخدوا شهادة الحضور اللي هي انكم حضرتوا كورس واستفدتوا وكان في علم. تفضل بسرعة ابو هابس، كنت عايز تتعلم. السلام عليكم ورحمة الله. الو. عليكم السلام. ايوه دكتور. ايوه صوتي مسموع، اصل كان في مشكلة في الكمبيوتر عندي. لا واضح. بسرعة ابو هابس اتفضل.
Type. Mary asked a question about the role of quality specialists with leaders that are not compliant or not supporting the quality. ده سؤال جاء في الشات ان اعمل ايه ككواليتي سبيشاليست ومسؤوليتي ان انا اؤهل المنظمه للكالتشر اوف كواليتي امبيشن سيفتي اند كونتينوس امبروفمنت، ولكن القياده بتمانع ذلك او يعني لا تدعمني في ذلك. ف اي ثينك يعني this is a question for participation and sharing. إنما أتوقع يعني for such situation you should conduct several courses for the leaders themselves, awaring them about the quality and quality principles, the importance of quality, importance of accreditation, and this is an obligatory practice and the obligatory behavior they should adopt, otherwise they would be eliminated from their position. And these courses should be conducted by the higher authority through the administration, through Mudariya, through Wizara, and so on. Number two, you have to foster and persuade them to adopt the concepts by conducting social relationship with them, by letting them see examples either in your organization or in other organizations about the success quality practice. So lead by example given. If we said that leaders should be the owners or the highest authority in the organization, but in each department and in each section, there is a leader built in yourself. So you will lead them by giving the example, by giving success stories and so on. ولو يعني أكيد عند حضراتكم إضافات هتضيفوها لميري. يعطيك العافية دكتور. سلام. تفضل خويا. السلام عليكم. استكمالا بس لسؤال سالي، في جزئيه سالت عن الام سي كيو ولا في اسي؟ لا، الاسئله كلها ال 140 سؤال كلها ام سي كيو. الله يبارك فيك يا فواز، لحقتني. طيب بالنسبه لل سؤال ثاني، معلش مريم كاتبه سؤال حلو جدا، يعني هو سؤال بالانجليزي بس كتبه على السؤال الكويشن اند انسر. يعني usually the role of the quality specialist is to facilitate and guide leadership. However, sometimes the leader do not pay attention to the quality. So in this case, how the quality specialist will perform their responsibility. طبعا سؤال قيم جدا، اشكرك يا مريم على السؤال ده. هي بتسأل بتقول يعني لو أنا راجل بساعد أو بدعم الليدرشيب في المستشفى إن هم إزاي يشتغلوا وإزاي ياخدوا بالهم من المؤسسة بطريقة علمية كجودجي، لكن لو الليدر مش مهتم، مش يعني مش ما هوش يعني انترستد بالكواليتي وبالحاجات اللي بتتقال، يعني طب أنا كده كأخصائي جودة يعني أعمل إيه؟ روح. ما في مجال. إحنا وضحنا الكلام ده في الليدرشيب كالتشر بأنه إذا أنت ما أخدتش دعم القادة فيما يخص التغيير، لأنه الكالتشر هي الثقافة اللي أنت عايز تحطها في المؤسسة، والثقافة دي هي ثقافة السيستم، ثقافة أنك أنت عايز تسيستم الناس إن هم يشتغلوا بطريقة معينة عشان يطلعوا أوتكم معين. فأنت عشان تعمل لهم السيستم يبقى أنت محتاج تغيرهم، يبقى أنت هتضطر تشتغل على التشينج مانجمنت. طب أنت هتغيرهم إزاي من غير ما تغير ثقافتهم؟ فطيب مين اللي يغير الثقافة دي؟ لازم يكون الليدر واقف معاه. ما في مجال، إذا ليس لك قيمة كجودجي إذا لم يقف معاك الليدرشيب. شكرا يا مال.
لو سمحت يا دكتور عمرو، انا جاوبت السؤال بالانجليزي على اساس ان مريم دي ماري، فطلع نفس السؤال. نفس السؤال. انا طيب خلاص تمام. انا بقول انا عندي حل تاني الحقيقه. الحل التاني هو انها تدي لهم مثال للنجاح، لحاله النجاح. نمره 2 تدور تعمل لوبي من وراهم على الوزارة، على مستوى الوزارة، على مستوى المديرية، علشان يعملوا لهم دورات في تعريف بالجودة وأهميتها، وبأنه علشان يبقى في منصبه لابد له أنه هو يدعم هذه الجودة، وإلا هيشوف حد تاني يحل محله. فالكرسي الدوار دوت هيلف يلف ويرميه لو أنه ما دعمش الجودة. يعطيكم العافية. طبعاً في اللي يسألون يعني هل في عينات لأسئلة الامتحان؟ الأسئلة اللي احنا نطرحها لكم في الكويزات واللي في الامتحانات واللي خلال المحاضرات أغلبها من الأسئلة تبع سبيتش كيو، ولذلك احنا نقول لكم جاوبوا على الكويزات وحضروا الامتحانات، فبالتالي هذه راح تمرنكم على امتحان سبيتش كيو. طيب، وراح ان شاء الله نعطيكم نماذج كثيرة ومحلولة للسبيتش كيو حتى تتمرنوا عليها اكثر اكثر. في علي الهذلول، انت حاب ترفع يدك ولا يكفي السؤال اللي كتبته لنا؟ طيب، سؤال علي الهذلول يا دكتور عمرو. ايوه، يسالك الدكتور علي عن differences between effectiveness والefficacy. سؤال موجود قدامك دكتور. طيب جماعه، الموضوع سهل ما فيهوش حاجه. لو تفتكروا الشرح اللي شرحته الدكتوره ايمان، structure process outcome. ستراكشر هو الأساسات، الأساس اللي أنت بتشتغل بيه، وقلنا الأساس ده ممكن يكون مبنى أو أجهزة أو إمكانيات بلس العمالة اللي بتشتغل، يعني الدكتور والاستشاري والمدير والغفير، كل ده ستراكشر. أنا كده جاهز عشان أستقبل مريض. لما المريض يجي عندي في المؤسسة، هو هذا المريض سيتفاعل مع هذا الاستراكشر، كل اللي انا قلته ده ينتج عنه اوتكم. طيب لا، دلوقتي لو المريض ده دخل جوه عملت له بروسس بطريقه معينه هيطلع له اوتكم، لو عملت له بروسس بطريقه تانية ممكن يطلع له اوتكم تاني، عشان كده المستشفيات مختلفه. طيب، ايه علاقه ده بالافيشنسي والافكتيفنس؟ الافيشنسي هو تفاعل المريض مع المؤسسه، يعني بروسس، يعني انت ببروسس المريض ازاي. امثله، تركب له كانيولا، ده بروسس. بتكتب له في الفايل، ده بروسس. بتعمل له مونيتورنج للفيتال ساينز، ده بروسس. بدخلت عملت له عمليه، ده بروسس. وديته الاي سي يو، ده بروسس. كل اللي شغال ده بروسس. طيب ايه هو الاوتكم؟ نتيجة تفاعل الستراكشر مع المريض اللي دخل يعمل بروسيسنج. فأخره إيه؟ خرج سليم، خرج تعبان، خرج على نقالة، ودينا الهايل سنتر، مات، حصل له كومبليكيشن، أي حاجة من الحاجات دي، المخرج ده هو يسمى الأوتكم. إذن ما هو الإفيشنسي؟ هو التفاعل المؤسسة مع المريض. ما هو الإفكتيفنس؟ هو الناتج هذا التفاعل، بنسميه احنا ايه؟ outcome. يفضل ترم واحد اسمه efficacy. ما هو الافكاسي؟ بالعربي القدرة، يعني عندك انت تقدر انك تعمل حاجة. فلما اقول لك امكانيات المستشفى دي تقدر انها تشتغل قلب مفتوح، يعني عندها القدرة على كده، قدرة يعني عملت البروسس، عندها ستراكشر، عندها بروسس، وطلعت outcome قبل كده، والاوتكم بتاعها حلو، ده اسمه افيكاسي. المثال البسيط الصغير الحلو قوي هو قدره الدواء مثلا، الانفلونزا، عملنا حاجه للانفلونزا مثلا، فاحنا بنشوف الافيكاسي بتاع الدراج ده، نشوفه
هل قدرته على انه يوقف الانفلونزا حلو ولا لا؟ يبان فين؟ في الريكورد. لو جالنا نيو كيسز يبقى احنا يبقى الدرج ده مش حلو، اما لو النيو كيسز قلت يبقى الافيكاسي بتاع الدرج ده كويس. يبقى الافيكاسي هي القدره، الافيشنسي هو البروسيسنج، والافكتيفنس هو الاوتكم. اتمنى تكون الاجابه واضحه. يعطيك العافيه دكتور. في سؤال، ازاي اقدر ادخل مجال الجوده في المستشفى لو ما فيش فيها قسم خاص واضح للجوده؟ هذه غير صحيح، لانه في كل مستشفى في قسم للجوده، وفي كل ديبارتمنت فيه منسق للجوده. وحتى لو ما صار في هذه الاشياء، الجوده هو منهج حياه وليس مجرد قسم. مجرد تطبيقك لمعايير الجوده واتقانك لعملك هذا بحد ذاته جوده. معرفتك للمعلومات اللي تاخذها الان معانا في الكورس، انت تنمي ثقافه الجوده عندك. فالجوده ليست يعني محدوده بمجال معين او بقسم او بمستشفى او غيره. الجوده هي منهج حياه. وسؤال، وش الهدف من الاعتمادات المنشآت الحكوميه غير الارتقاء بجوده الخدمه المقدمه؟ انت جاوبت على نفسك. يعني الهدف من الاعتماد اكيد الارتقاء بجوده الخدمه المقدمه، الا اذا عندك راي اخر. طيب، آخر دقائق على أساس نستقبل آخر أسئلة ونختم اللقاء. أستاذ عبد العزيز، يمكن الكثير يسأل عن طريقة التسجيل وما التسجيل. إن شاء الله في نهاية شابتر البيشنت سيفتي، لو شابتر رقم 2، راح نوضح خلال 5 دقائق كيف التسجيل، طريقة التسجيل على الـ NHQ وعلى اختيار المركز اللي راح يختبروا فيه ان شاء الله بنهايه الشهر رقم 2. انا ودي يا اخوي فواز انه احد الزملاء يجهزها في ملف وممكن نرسلها لهم على الجروب في اي وقت من الاوقات حتى ننهي هذا الموضوع نهائيا. نرسلهم ملف كامل طريقه التسجيل بالكامل حتى نريحهم من هذا السؤال. طيب خير ان شاء الله، ابشر، بنسوي ان شاء الله، نجهزه ونرسل لكم باذن الله. طيب خلينا نشوف في سؤال. كان في حد سأل على الفاليديتي، صلاحية الشهادة السي بي اتش كيو. فهي الفاليديتي بتاعتها سنتين، بس بعد السنة الأولانية. يعني بس مثلا لو اللي هيمتحن في مارس، فمن مارس لغاية ديسمبر ده ما بيتحسبش من السنتين، من السنة اللي بعدها بيتحسب سنتين. فأول مرة ممكن تبقى 2.5 أو 2.25 حسب هو أخد الامتحان إمتى، وبيتحسب بعدها 2. بعدين الريسيرتيفيكيشن بتبقى كل 2. أوكي. وضح دكتور إيمان إنه الريسيرتيفيكيشن يعتمد على ساعات تعليمية ترفع لموقع وبعد كذا يحدث الشهادة يصير لها ريسيرتيفيكيشن. طبعاً البعض يسأل عن بالنسبة للمنهج والأوقات، ما فيها أي تغيير. زي ما قلنا لكم، سبت وثلاثاء من الساعة 8 إلى 10:30 نفس المنهج زي ما إحنا ماشيين فيه. شابتر 1 و2 و3 و4 ما في أي تغيير. بالنسبة للزملاء اللي عندهم امتحان أو مسجلين في امتحان السبيت شكيول الأيام القادمة، يعذرونا، إحنا ما نقدر نغير المنهج تبعنا، إحنا ماشيين على نفس المنهج اللي إحنا ماشيين عليه. الفكرة في البرنامج اللي إحنا مسوينه إنه نثقف الناس في الجودة، وأيضا اللي حاب إنه يدخل الامتحان بعد نهاية هذا الكورس. أما اللي الآن أوريدي يعني مسجل في الامتحان ودافع الرسوم وراح يدخل، فإحنا بنحاول قدر الإمكان إحنا نساعد، لكن ما راح نقدر نغير المنهج أو نغير الترتيب اللي إحنا ماشيين عليه. طيب، يمكن نأخذ آخر سؤال أخوي سلطان. سؤال يا عبدالعين حلو، ديما تقريبا المسؤال. Is a quality officer responsible or accountable for ensuring policies are not broken؟ أنا بس يعني أنا حابب بس أوضح الترم، لأنه responsible مش هي accountable. الاثنين عندنا بترجمه بكلمة مسؤولية، لكن responsible احنا قلنا responsible يعني انت مسؤول ومعاك حد مسؤول، يعني مش انت فقط اللي عندك المسؤولية. اما accountable
فهي دي يعني ultimate responsibility، يعني المسؤولية النهائية عندك أنت بتاعتك أنت. المساءلة بالضبط، ما فيش مشكلة، لكن يعني ما فيش ناس كتير بتلعب بوابي يقول إن المساءلة هي الألتمت يعني. عموما مش هنختلف، لكن أنا حابب أوضح بقى، هل أنا مسؤول كجودجي إن أنا يعني إنشور البوليسي آر نوت بروكن؟ أنت شغلتك فاسيليتيتور، أنت لا تملك من أمرك الكثير، والجودجية كلهم بيعانوا معاناة شديدة جدا في تطبيق الحاجة. أنا بعمل جايدنس، يعني بقول للليدر تعمل إيه، بقول لرئيس الاسم إيه أحسن طريقة تستخدمها، إيه تجتمعوا إزاي، مثلا والله عندنا ريبورت هنا، عندنا مشكلة هنا وصلة بين الناس، عملت إيه، تطبطب على ده وتطبطب على ده وتجيب ده. فأنت لا تملك من الكثير من القوة. فأنا قلت لك لو الريسبونسبيليتي أو الرئيس بتاعك ما اشتراش، يبقى أنت مش هتعرف تطبق جودة. فنفترض أن مجموعة من الناس جوه القسم كسروا البوليسي أو ما اشتغلوش أو اشتغلوا بطريقتهم هم، فأنت عندك الأرقام بتتغير، مش كده؟ آخرك تعمل ريبورتين، مش هتعرف تعمل أكتر من كده. إنما لما يكون حد من اللي فوق عايز يعرف السبب الرئيسي إيه، والله ممكن نقول له 1-2-3، لكن أنت مش هتروح القسم، مالكش أمر عليهم إطلاقاً، هتستخدم الطرق الشرعية بتاعتك اللي هي الهيكلة التنظيمية اللي أنت موافق عليها. يعني تروح تخاطب رئيس القسم، إما ينفعش تخاطب الميديكال دايركتور، إما ينفعش تخاطب مدير المستشفى، إما ينفعش تخاطب الجفرنمنت بورد. طيب يعطيك العافية دكتور عمرو. اللي يسألون عن الامتحان وعن درجة النجاح وهل في رسوب ولا نجاح، طبعا في أكيد باس ونوت باس وفي درجة معينة، لكن احنا راح نجيب عليها كلها إن شاء الله في ملف واحد ونرسلها لكم إن شاء الله فيما يتعلق عن السي بي تش كيو. ناخذ آخر سؤال مع أخي سلطان. تفضل أخي سلطان، مايك عندك. سلطان تكلم، تفضل. سلطان قرني، تقفلت المايك سلطان. سلطان عندك سؤال ولا نختم؟ درجة الامتحان يا جماعة تختلف من شهر من شهر من ويندو لويندو. في مارس بتبدأ 93-94، لما الامتحان يبقى صعب ويبقى فيه مشاكل بتبدأ من 88، من 88 لـ92-93. في جون بترفع شوية 94-95، في سبتمبر 95-96، وبتيجي في ديسمبر في النهاية بتبقى 97 ماكسيمم. أكتر حاجة شفتها 98 من 125. طيب سلطان، درجة الامتحان بتتحسب من متوسط المتقدمين في هذا الشهر أو هذا الويندو. طيب يعني ممكن، فهي بتبقى كومبيرد للمتقدمين وبناء على ذلك بتتحسب. طيب أخوي سلطان معنا، سلطان عندك سؤال؟ سلطان قرني، مايك مقفل من عندك سلطان. طيب إذا نختم، شكرا لكم على حضوركم. الأسئلة اللي ما استطعنا نجيب عليها يا ليت تكتبوها لنا في الجروب، وإن شاء الله الزملاء راح يجاوبون عليها بإذن الله. وأرجو أنه ما يتكرر أي سؤال يعني من اللي أجيب عليها. المحاضرة هذه أيضا راح تنزل مسجلة لكم على اليوتيوب، والأسئلة اللي ما استطعنا نجاوب عليها الليلة راح نجاوبها في الجروب معاكم، ارسلوها لنا في الجروب وإن شاء الله تجدون الإجابة من الزملاء. يعطيكم العافية وشكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في موعدنا القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة 8:00. في أمان الله، والله يستر عليكم.